بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبهذا وغيره تبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعري في أشهر قوليه وأكثر أصحابه، وطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كالماتريدي ونحوه، حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب تساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض، وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله. مع وجود التكلم، نعم، مع وجود، نعم، مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه، وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر، فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب، وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن في القلب، بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها. فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله سبق أن بين أن مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن الإيمان الذي في القلب لا بد أن يكون معه حب وحركة، وهذه الحركة تبعث العمل، أنه لا بد للعمل، لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح، ولا يمكن أن يكون إيمان بدون حركة في القلب، وبدون حركة في القلب تبعث على أعمال الجوارح. بهذا دلت الأدلة من النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سبق ساق المؤلف رحمه الله مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. مثل حديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ما تصل على الطريق. مثل حديث وفي عبد القيس: تذكرون ما الإيمان بالله وحده، الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الخمس. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وهي تدل على فساد قول الجهم الصفات والصالحي حسين الصالحي، وكذلك أبو الحسن الأشعري في أشهر قوله أن الإيمان مجرد تصديق في القلب، وأن الناس يتساوون في هذا التصديق، وأن هذا الإيمان إما أن يعدم وإما أن يوجد ولا يتبعض، إما أن يوجد وإما أن يذهب، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله ولا يتبعض، وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع كل لسان يفعل أكثر من نواقض الكفر. يقولون هكذا، هذا مذهب الجهم، يمكن أن يوجد الإيمان تاما في القلب مع كل إنسان يسب الله ويسب رسوله والعياذ بالله طوعا من غير إكراه. ويقولون إن السب سب الله وسب رسوله ما هو كفر، لكنه دليل على الكفر، دليل على الكفر، لأن ذلك يستلزم عدم التصديق. فإذا سب الله ورسوله إن كان مصدقا فلا، وإن كان غير مصدق فإنه أكبر، هكذا يقول. وهذا من أبطل الباطل، وخطأ من وجوه البين المؤلف رحمه الله فساد هذا القول، قول الجهل والصالح
وبالحسن الأشعري في أشهر قوليه أن الإيمان تصديق في القلب فقط، وأنه لا يستلزم أعمال الجوارح، وأن الكفر لا كلام الكفر وفعل الكفر لا يذهب الإيمان، وإنما هو دليل على ذهاب التصديق الذي في القلب. فلو فعل ناقضا من نواقض الإسلام وهو مصدق فلا يكفر عنده، إذا سجد الصنم وهو مصدق لا يكفر، إذا سب الله وسب رسوله مصدق فلا يكفر عنده. هذا من أبطل الباطل، هذا من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. وسيبين المؤلف رحمه الله خطأ هذا القول من وجوه متعددة. نعم. بالله وخشيته ونحو ذلك أن يكون من نفس الإيمان. هذا الخطأ الأول، الوجه الأول من الخطأ أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيته ولم يجعلها من الإيمان، وهذا من أبطل الباطل. خشية الله، محبة الله وخشيته والتوكل عليه والرهبة إليه والإنابة، كل هذا من أعمال القلوب التي هي داخلة في مسمى الإيمان. وهؤلاء الجهم والصالح والحسن الأشعري أخرجوا أعمال القلوب من المسمى الإيمان، قالوا إن الإيمان هو التصديق المجرد يعني المعرفة، إذا هي معرفة الرب بالقلب. وأما حبه، لماذا كانوا كفارا؟ قالوا كفارا لأنهم لم يصدقوا في الباطل. قال المؤلف هذا مكابرة للعقل والحس، هذا مكابرة للعقل، الواقع مكابرة للعقل، كل إنسان يفكر بعقله، وكذلك في الحس يلمس أن إبليس مصدق، نص قال ربي أنظرني، هل إبليس ينكر ربه؟ ما ينكر ربه إبليس، قال ربي أنظرني. وكذلك اليهود، هل هم منكرون؟ قال الله الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وأبو طالب ليس منكرا بل هو عالم، قال ولقد علمت، والعلم تيقن القلب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان بريته، ومع ذلك صاروا كفارا. فهم يقولون لماذا صاروا كفارا؟ يقول الجام صار كفار لأن هذا يستلزم عدم تصديقه في الباطل، يقول هذا باطل، بل هم مصدقون في الباطل، ولكن كفرهم بالإباء والاستكبار وعدم الانقياد وعدم الاتباع ليس كفرهم بعدم التصديق، هم مصدقون. إبليس ما قابل أمر الله بالتكذيب، ولكن قابله بالإباء والاستكبار، عارض إبليس أمر الله بالإباء والاستكبار لا بالتكذيب. وكذلك اليهود، أول كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. إذن كفرهم بالإباء والاستكبار. وكذلك أبو طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام عند موته، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، لقنه الحجة الملعونة ويتبع الأباء والأجداد في البعض، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فكان مستكبرا عن عبادة الله، وأبى أن يشهد على أشياخه وآباه يشهد عليهم بالكفر، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله. أي كفر أبي طالب بما هو الاستكبار لا بعدم التصديق، هذا واضح في فساد قول الجهل أن إبليس وفرعون وكل ما كان كافرا أن هذا يستلزم عدم تصديقه في البعض، هذا خطأ واضح. نعم. وثالثها أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتثليث وغير ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب، ويكون صاحبه ذلك مؤمنا عند الله حقيقة سعيدا في الدار الآخرة، وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. نعم. الوجه الثالث وجوه الخطأ في مذهب الجهم الذي يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق، يقولون إن هذا الوجه الثالث أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث، يعني يقول بأن الله ثالث ثلاثة كما يقول النصارى والعياذ بالله، قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب، ويكون صاحب ذلك مؤمن عند الله حقيقة سعيدا في الدنيا والآخرة. يعني يقول إنه يمكن الشخص
يكون مصدق بقلبه ويتكلم ويتكلم بالكفر، يسب الله ويسب الرسول ويقول إن الله ثالث ثلاثة، ويكون مؤمنا عند الله ويكون سعيدا في الدار الآخرة. هذا يقوله الجهل. يقول المؤلف: هذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. يعني فساد هذا القول معلوم بالاضطرار. ما معنى بالاضطرار؟ يعني بالضرورة، يعني يضطر الإنسان إلى معرفة العلم. ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم اضطراري. علم اضطراري وعلم نظري. فالعلم النظري الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال. كان مثلا العلم النظري الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال، يحتاج تتأمل وتنظر. أما العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، هو الذي يدركه الإنسان من أول وحلة. كان تدرك الواحد نصف الاثنين، هذا ما يحتاج إلى تأمل. تضطر إلى إثباته، تضطر مثلا إلى إثبات أن الشمس طالعة أو أن السراج أمامك منير، هذا تضطر إليه ضرورة. هل تستنكر هذا؟ لو شخص أمامه الشمس طالعة وأنكر هذا، وش يكون هذا؟ يكون غير عاقل، يعني ما يدرك ضرورة. فهذا العلم الضروري. أما العلم النظري هو اللي يحتاج إلى تأمل واستدلال. كان يقول: طلع لي مثلا سدس 447 وثمن، طلع لي سدس. هذا يحتاج إلى تأمل، تعصر ذهنك وتخمس وتربع وتسدس حتى تطلع. لكن إذا قلت الاثنين، الواحد نص الاثنين، هذا ما يحتاج إلى تأمل واستدلال. الشمس طالعة. المؤلف رحمه الله يقول: فساد هذا القول مع يضطر الإنسان إلى إثباته، ما يستطيع أن يعلمه بالضرورة. الضرورة هو الإنسان الذي يضطر إلى إثباته ولا يستطيع دفعه ولا إنكاره، ما تستطيع تنكر هذا. فقول الجهم إن الشخص يمكن يكون مؤمنا بالله ورسوله وهو يسب الله ويسب رسوله ويقول إن الله ثالث ثلاثة، يقول المؤلف: هذا معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. يدركه كل واحد ضرورة، كل مسلم يدرك ضرورة بطلان هذا القول. نعم. ضعيف. إيه لأنهم الآخر ضعيف، ما يخص الصوت ضعيف، هو ما يخص. إيه ضعيف ما يخص الصوت، لا ضعيف. بارك الله. نعم. ورابعها أنهم جعلوا من لم يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك، ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته عليه، قد يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا في الدار الآخرة. الرابع من وجوه الخطأ أن جهم والصالحي والأشعري في هذه القوله جعلوا الشخص الذي لا يتكلم بالإيمان مع كونه قادر ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته يكون مؤمنا بالله ثم الإيمان سعيدا في الدنيا والآخرة. يقولون لو شخص مصدق بقلبه ولكن رفض أن ينطق بالشهادتين، قيل ينطق بالشهادتين أشهد أن الله وأشهد أن محمد، قال لا ما أنطق ولا أتكلم، ولم يشهد الله بالوحدانية ولا ينبه بالرسالة، ولما وجب عليه الصلاة قال لا أصلي، ولما وجب عليه الزكاة قال لا أزكي. يقول هذا يكون مؤمن عند الجهم، يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا في الدار الآخرة. لماذا؟ لأنه مصدق بقلبه، ما دام أنه عارف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولو امتنع من رفض أن يتكلم بالشهادتين، ولو امتنع من الصلاة مع وجوبها عليه. إذا كان مصدقا بقلبه عارفا ربه بقلبه، التصديق من أهل المعرفة عنه. إذا عرف ربه بقلبه ولا يكون كافرا ولو فعل جميع نواقض الإسلام إلا إذا جهل ربه بقلبه. معنى هذا ما في حد كافر عند الجهل على هذا، نعوذ بالله. نعم. وهذه الفضائل. وهذه الفضائل تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم. المؤلف ذكر أربعة أشياء، أربع فضائح، وهذه الفضائح خاصة بالجهمية دون مرجئة الفقهاء، لأن المرجئة كما قلت لكم أربع طبقات. طبقة الأولى الجهمية الذي يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب والكفر هو جهل الرب بالقلب. طبقة الثانية الكرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان، فإذا نطق باللسانه بالشهادتين فهو مؤمن، وإذا كان مكذبا بقلبه فإنه خلد في النار لكونه منافقا، فيجمعون بين القولين المتناقضين.
يكون المؤمن تام الإيمان مخلد في النار. الطبقة الثالثة الماتريدية، وهو أحد قولين لأبي حنيفة أن الإيمان مجرد التصديق في القلب. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان شيئان، تصديق القلب وإقرار اللسان، والأعمال مطلوبة لكنها ليست من الإيمان. فهذه الفضائح التي سبقت خاصة بالجهمية فقط، أما بقية المرجئة فلا تزعم. مرجئة الفقهاء ما يقولون بهذه الفضائح التي سبقت، لكنه سيأتي رد عليه، يقولون سيأتي ردود عليهم. الردود الأخرى تكون عامة لجميع طوائف المرجئة، وأما الردود الأربعة فهي خاصة بالجهمية، خاصة بالجهمية ومن يقول بقولهم. نعم. وخامسا وهو يلزمهم ويلزم المرجئة أنهم قالوا إن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين، ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث، ولم يدع كبيرة إلا ركبها، فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا سمن خان، وهو مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود، لا سجد لله سجدة، ولا يحسن إلى أحد حسنة، ولا يؤدي أمانة، ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها، وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان إيمانه ومثل إيمان الأنبياء. وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن، فإذا قال إنها من لوازمه وأن إيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا، كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءا منه نزاعا لفظيا كما تقدم. نعم، هذا الخامس من الوجوه التي يتبين بها خطأ قول المرجئة ومذهبهم. يقول هذا يلزم للجهمية ويلزم المرجئة الفقهاء، هذا الرد للجميع، وهو أنهم قالوا إن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين، ولو لم يعمل خيرا قط، لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث، ولم يدع كبيرة إلا ركبها، فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وهو مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود، لا يصل لله سجدة، ولا يحسن إلى أحد حسنة، ولا يؤدي أمانة، ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها، وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء. هذا قول المرجع كله، يقول لأن الإيمان هو التصديق، والتصديق تساوى فيه الناس، ولهذا قال الطحاوي وهو من الحنفية والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد، كلهم مصدقون. ويلزمه على هذا أن يكون إيمان الفساق وإيمان الأنبياء واحد، يعني لأن كل منهم مصدق، والفاسق مصدق والنبي مصدق، فالإيمان واحد. وأما الأعمال التفاضل بالأعمال، لكن الأعمال ليست في الإيمان، يقول صحيح أن الأعمال يتفاضل بها الأبرار يفضلون بها الفساق، لكن الأعمال ليست من الإيمان، شيء آخر ما نسميها إيمان. ورجعت الفقهاء يقول الأعمال ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها هدى، نسميها ثقة، وهي واجبة، والواجبات واجبات ومحرمات محرمات، لكن ما نسميها إيمان. الإيمان تساوى الناس فيه، الإيمان هو التصديق، والأعمال ليست من الإيمان، وهذا باطل، بل الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، ولا يتساوى الناس في الإيمان، كما أنهم لا يتساوون في البر والتقوى فلا يتساوون في الإيمان. ومرجئة الفقهاء يقولون الناس يتساوون في الإيمان ولا يتساوون في البر والتقوى، الاختلاف بينهم في البر والتقوى، الأعمال بر وليست إيمان، وأهل السنة يقولون الأعمال بر وإيمان جميعا. يقول المؤلف رحمه الله وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان، يعني هذا الرد عليهم، هذا لازم لكل من يقول إن الأعمال الظاهرة كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. وهذا يقول به جميع المرجئة،
جميع طوائف الرجل يقول الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان ليس من لوازم. فإذا قال إنها من لوازم الإيمان وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا كان قوله بعد ذلك إن الأعمال لازمة لسمى الإيمان أو جزء منه إذا علقية. نقول إذا لو قال إن الإيمان لو قال إن الأعمال من لوازم الإيمان في هذه الحالة نقول قولك إن الأعمال لازمة لسمى الإيمان أو جزء منه يكون نزاع لفظي إذا قلت إنها لازمة. فإذا قلت إنها ليست لازمة ففي هذه الحالة تنفصل عن قول أهل السنة قول جمهور أهل السنة. نعم. وسادسها أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا وقتل النفس بغير حق وقتل كل من رآه يصلي وسفك دم كل من رآه يحج البيت وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله إيمانه كإيمان النبيين والصديقين لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمور وإما أن لا يكون منافيا فإن لم يكن منافيا لها أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها دالا على عدم الإيمان الباطل. نعم. المؤلف رحمه الله يلزمهم بهذا هذا الرد إلزام يلزمهم يلزمهم أن من فعل نواقض الإسلام أن يمكن أن يفعل الإنسان نواقض الإسلام ويكون مؤمنا إذا كان لأن لمن هو التصديق في القلب فهل يلزم بهذا فمن سجد للصليب أو سجد للأوثان وهو مصدق يكون مؤمن عندهم من ألقى المصحف في الحش عمدا ولطخ بالنجاسة وهو مصدق يكون مؤمن عندهم من قتل نفسه بغير حق يكون مؤمن عندهم من قتل كل من رآه يصلي من سفك دم كل من رآه حج البيت من فعل ما فعله في القرامطة الذين قتلوا المسلمين يكون مؤمن يجوز أن يكون مؤمنا وليا لله إيمانه مثل إيمان النبيين والصديقين. لماذا؟ لأنه مصدق لأنه مصدق والإيمان هو التصديق وهذه الأعمال لا تنافي الإيمان الذي في القلب وعلى ذلك يكون مصدقا وهذا من أبطل الباطل. يقول المؤلف رحمه الله لأن الإيمان الباطل إما أن يكون منافيا لهذه الأمور أو لا يكون منافيا فإذا قيل أنه ليس منافيا لهذه الأمور أمكن أن توجد مع الإيمان كما ينافيه وإن كان منافيا له وإن كان منافيا له كان ترك هذه الأمور موجب الإيمان ومقتضاه لكنهم يقولون لا تنافي. نعم. وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمنا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور فمن لم يترك دل ذلك على فساد إيمانه الباطن. وإذا كانت الأعمال والطرق الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته وتضعف بضعفه وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه ولا ينقص إلا بنقصان ذلك فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن يكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا على زيادة الإيمان الباطن ونقصه ولنقص الباطن فيكون نقصه دليلا على نقص الباطن وهو المطلوب. وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول
وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة والله أعلم. نعم المؤلف رحمه يبين قلنا إنهم إذا قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب وأن نواقض الإسلام لا تنافيه دل ذلك على أنه يكون مؤمنا ولو فعل نواقض الإسلام، وإن قالوا إنها تنافيه فإنه في هذه الحالة لا يكون مؤمنا، لكن لا يقولون بذلك، لأنهم إذا قالوا إن الأعمال يعني ثمرة إن الأعمال ثمرة للإيمان ومعلولة له وهو علة لها، إذا قالوا ذلك فإنه يلزمهم أن هذه الأمور تنافي الإيمان، وإن لم يقولوا إنها معلولة وثمرة فإنه يلزمهم أن تكون هذه الأمور لا تنافي الإيمان فيفعل نواقض الإسلام وهو ليس مؤمن. هذا معنى قوله وإن كان منافي للإيمان الباطل كان ترك هذه موجب الإيمان ومقتضاه وازم، فلا يكون مؤمنا في الباطل الإيمان الواجب إلا ما ترك هذه الأمور، يعني إذا كانت هذه الأمور تنافي، فمن لم يتركها دل على فساد إيمانه الباطل لأنها منافية له، وإذا كانت الأعمال والترك والظاهرة لازمة للإيمان الباطل كانت من موجب ومقتضاه، وكان من المعلوم أنها تقوى بقوة وتزيد بزيادة وتنقص بنقصان، فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضاه، الشيء المعلول هي الأعمال الصلاة والصيام هذه معلول، والموجب والمقتضي هو الإيمان، ولا ينقص إلا بنقصان الله، إذا نقصت هذه الأعمال نقص الإيمان، فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيارته لزيادة الباطن، فيكون دليل على زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن، فيكون نقصه دليل على نقص الباطن وهو المطلوب، يعني إذا جعلت هذه الأعمال ثمرة ومعلولة للإيمان فإنها تنافي الإيمان، أما إذا لم تجعل ثمرة ولا يكون لمن مقتضى لها فإنه يمكن أن يفعل نواقض الإسلام ويكون مؤمنا كما قاله الجهمية. المؤلف يقول إذا تدبر المؤمن بعقله تبين هذه الأمور تبين أن مذهب السلف هو مذهب الحق، وأن مذهب المرجئة فساده معلوم بصريح العقل وصحيح المقول. نعم. فصل. وقول جهم ومن وافقه أن الإيمان مجرد العلم والتصديق وهو بذلك وحده مستحق الثواب والسعادة يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم أن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه، كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في مسائل الأسماء والصفات ومسائل الجبر والقدر متقاربان، وكذلك في مسائل الإيمان، وقد بسطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضع، مثل أن العلم هو أحد قوتي النفس، فإن النفس لها قوتان، قوة العلم والتصديق وقوة الإرادة والعمل، كما أن الحيوان له قوتان، قوة الحس وقوة الحركة بالإرادة، وليس صلاح الإنسان ونفسه في مجرد أن يعلم الحق دون أن لا يحبه ويريده ويتبعه، كما أنه ليست سعادته في أن يكون عالما بالله مقرا بما يستحقه دون أن يكون محبا لله عابدا لله مطيعا لله، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه كان مستحقا من غضب الله وعقابه ما لا يستحقه من ليس كذلك، كما أن من كان قاصدا للحق طالبا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال وكان مستحقا من اللعنة التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس مثله، ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه. والضالون قصدوا الحق لكن بجهل وضلال به وبطريقه. فهذا بمنزلة العالم الفاجر، وهذا بمنزلة العابد الجاهل، وهذا حال اليهود فإنهم مغضوب عليهم، وهذا حال النصارى فإنهم ضالون. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. المؤلف رحمه الله يبين التشابه بين قول الجهم وبين الفلاسفة المشائين. والفلاسفة المشاؤون هم الفلاسفة المتأخرون، وهم أتباع أرسطو، وكان رئيسهم أرسطو، ويقال أرسطاطاليس، وكان مشركا يعبد الأصنام، وهو أول من ابتدع القول بحدوث في قدم العالم. وكان الأساطين قبله الفلاسفة في الجملة يعظمون الإلهيات والشرائع، ويقولون أن هذه من اختصاص الرسل ليس من اختصاصهم، ويقولون في حدوث العالم. فجاءت الفلاسفة المشاؤون ثم المشائين، لأنهم يدرسون عقائدهم وعلومهم وهم يمشون. أولا المعلم الأول أرسطو هو الذي ابتدع القول في قدم العالم. يقول العالم قديم ليس له أول، ومعنى والقول بأن العالم قديم معناه إنكار لوجود الله. يقول العالم ليس له أول، ليس له بداية. قالوا إن المحرك لهذا العالم هو الله، قالوا إنه علة، أول مبدأ هذا العالم هو الله، يعني أنكر وجود الله، فجعل الرب جزء من هذا العالم هو المحرك لهذا العالم، هو المحرك لهذا العالم. وتتلمذ على شيخه وخالفه. فابتدع القول بأن العالم قديم، وهذا إنكار لوجود الله، وهو أول من ابتدع علم المنطق، حروف المنطقية. ثم جاء بعدها ابو نصر الفارابي وأخرجها إلى حيز الوجود، أخرجها إلى الصوت، ابتدع التعليم الصوتية. ثم جاء بعدها ابو علي بن سينا، هو يسمى المعلم الثالث، وابو نصر الفارابي هو المعلم الثاني. هؤلاء الفلاسفة المشاؤون ملاحدة زنادقة يمكن وجود الله. وابن سينا حاول أن يقدم الفلسفة من الإسلام، وهو في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم. فالجهمية الغالية في التجهم أحسن حالا وأسد مذهب من مذهب ابن سينا. وابن سينا لم يثبت صفة وجودية لله، يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، وليس له أي صفة ثبوتية، ما أثبت وجود الله إلا في الذهن والعياذ بالله. ومع ذلك يقال ابن سينا قوله أصلح من قول أرسطو، لأنه أثبت وجودين في الذهن، وجود الواجب وهو وجود الله، وجود الممكن وهو وجود المخلوق في الذهن، لكن ما أثبت وجود الله في الخارج. أما أرسطو فإنه لم يثبت شيئا وجود الله إلا من جهة أنه مبدأ لهذه الكثرة وعلة غائية لحركة الفلك. فالمؤلف رحمه الله يقارن بين مذهب الفلاسفة. كان شيخ أرسطو أفلاطون كان أحسن حالة منه، فتلمذ على أفلاطون، وأفلاطون كان يقول بحدوث العالم، فخالف شيخه، فكان تلميذا عاقا، خالف شيخه وابتدع القول بقدم العالم. المؤلف رحمه الله يقول إن قول الجهمية هنا الجهم وصفوان والعياذ بالله تزعم عقائد فاسدة، تزعم عقيدة في الصفات، تزعم أيضا عقيدة الإرجاع، يقول بأن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، وتزعم عقيدة الجبر، وقول بأن العبد مجبور، وتزعم القول بأن الجنة والنار تثنيان، أربع عقائد خبيثة ترأسها الجهم والصفوان، عقيدة في الصفات، وعقيدة الأرجاء، وعقيدة الجبر، وعقيدة القول بفناء الجنة والنار نعوذ بالله. فمذهب الجهمية
يقال ان المؤلف بينه وبين مذهب الفلاسفه، الفلاسفه المشاؤون المتاخرون كلهم ملاحده. يقول المؤلف: قول جهل ومن وافق ان الايمان مجرد العلم والتصديق وهو بذلك وحده يستحق ثواب السعاده، هذا قول جهل. يقول الايمان مجرد العلم في القلب، ومجرد العلم في القلب يستحق الثواب والسعاده. يقول ان هذا يشبه قول الفلاسفه المشائين ان سعاده الانسان في مجرد ان يعلم الوجود على ما هي عليه، اذا علم الوجود على ما هو عليه هذه السعاده، سعادته ان يعلم الوجود على ما هو عليه. كما ان قول الجهم وهؤلاء الفلاسفه في مسائل الاسماء والصفات ومسائل الجبر والقدر والقدر متقاربان، يعني الفلاسفه والجهميه يتقاربون في مسائل الاسماء وفي مسائل الصفات وفي مسائل الجبر وفي مسائل القدر وفي مسائل الايمان. والمؤلف رحمه الله يقول انه بين ما فيها من الفساد في مواضع اخرى، مثل ان العلم هو احد قوتي النفس. يقولون ان العلم هو احد قوتي النفس، فان النفس له قوتان: قوه العلم والتصديق وقوه الاراده والعمل. قوه العلم والتصديق وقوه الاراده والعمل. كما ان الحيوان له قوتان: قوه الحس وقوه الحركه والاراده. وصلاح الانسان يكون في شيء: ان يعلم الحق وان يحبه ويريده ويتبعه، هذا سعادة الإنسان. سعادة الإنسان بأمرين: الأمر الأول أن يعلم الحق ويعرف الحق، ثانيا أن يحب الحق ويعمل به ويتبعه. هؤلاء هم المنعم عليهم. أما الذي يعلم الحق ولكنه لا يريد ولا يتبع ولا يعمل به، هذا مغضوب عليه، وهذه طريقة اليهود والعياذ بالله. هذا هو العالم الفاجر والعياذ بالله الغاوي، الذي يعلم الحق ولكنه لا يريد ولا يتبعه ولا يعمله. وكذلك من يريد الحق ويطلبه لكنه لم يحصله، فهو على جهل وضلال. هذه طريقة النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. أما المنعم عليهم هم الذين يعلمون الحق ويحبونه ويتبعونه ويعملونه، هؤلاء هم المنعم عليهم. وأما المغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ولكن لا يعملون به ولا يريدونه ولا يحبونه ولا يتبعونه. واما الضالون فهم الذين يعملون لكن على جهل وضلال، ما عندهم علم، يخبطون في الظلمات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس صلاح الانسان في مجرد ان يعلم الحق دون ان لا يحبه ويريده ويتبعه، كما انه ليس سعادته في ان يكون عالما بالله مقرا بما يستحقه دون ان يكون محبا لله عابدا لله مطيعا له. لا بد من علم وعمل. قال: بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه كان مستحقا من غضب الله وعقابه ما لا يستحقه من ليس كذلك، مثل اليهود الذين يعلمون الحق ولكن لا يعملون به، مثل إبليس، مثل فرعون. هؤلاء أشد من الجاهل. من يعلم ثم لا ولا يعمل بالحق أشد من الجاهل الذي جهل الحق. ليس من يعلم كمن لا يعلم. يقول المؤلف رحمه الله: كما أن من كان قاصدا للحق طالبا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال وكان مستحقا من اللعنة التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحق من ليس مثله. يعني اللي يقصد الحق ولكنه جاهل وعنده ضلال، يقول كان مستحقا من اللعنة ما لا يستحق من ليس مثله. يقول المحشي في هذا رد على من زعم عذر الجاهل المخطئ في جميع أمور الديانة، ونسب ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه كل أحد يعذر بالجهالة. ليس كل أحد، الجاهل الذي يستطيع أن يتعلم ولكنه أعرض ليس معذورا، وكذلك الجاهل الذي لا يريد الحق بل رضي بما هو عليه لا يكون معذورا. إنما الذي يعذر الإنسان الذي يريد الحق ويطلب الحق ويبحث عنه ثم عجز عنه. يقول المؤلف: ولهذا أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، المنعم عليهم الذين معهم علم وعمل، وفقهم الله للعلم والعمل. غير المغضوب عليهم هم الذين معهم علم وتخلف العمل، وغير طريق الضالين وهم الذين معهم عمل ولكن تخلف العلم. يقول المؤلف رحمه الله: والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه، والنصارى قصدوا الحق لكن بجهل وضلال به وبطريقه. فهذا بمنزلة العالم الفاجر يعني المغضوب عليه، وهذا بمنزلة العابد الجاهل وهم النصارى.
قال وهذه حال اليهود فإنهم مغضوب عليهم وهذه حال النصارى فإنهم ضالون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ومن فسد من علماء هذه الأمة فله نصيب من الغضب فهو يكون مثل اليهود، ومن فسد من عباد هذه الأمة فله نصيب من الضلال. ولهذا قال بعض السلف قال السلام عيينة من فسد من علمائنا فله نصيب من الغضب فهو مغضوب عليه، ومن فسد من عبادنا فهو ضال فهو نصيب من الضلال نعوذ بالله. نعم على غير ايش تقول بينا فساد ما بين الفساد في غير هذا الموضع قول ابن تيميه. نعم طيب تقول قول ابن تيميه وبينا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضع. قال المعلق انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى وكتاب الرد على المنطقيين، ويذهب شيخ الاسلام في موضع اخر في دار التعارض الى ان ضلال هؤلاء جاء من وجوه، منها ظنهم أن الكمال في مجرد العلم، والثاني ظنهم أن ما حصل لهم علم، والثالث ظنهم أن ذلك العلم هو الذي يكمل النفس ويقول بعد ذلك وكل من هذه المقدمات كاذبة، ثم شرع يطندها وجها بعد آخر. يعني يظن أن الكمال في العلم وأن الإنسان إذا علم يكفي ولا يعمل. فهذا المؤلف بين هذا يبين هذا في مواضع من كتبه في مجموع الفتاوى وفي درس التعارض العقل وفي منهاج السنة وفي غيره من كتبه. نعم. والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى، فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم وبين فجور هؤلاء وظلمهم، فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود والنصارى، حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالما معقولا مطابقا للعالم الموجود، ثم لم ينالوا من معرفة الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وخلقه وأمره إلا شيئا نزرا قليلا، فكان جهلهم أعظم من علمهم وضلالهم أكبر من هداهم، وكانوا مترددين بين الجهل البسيط والجهل المركب، فإن كلامهم في الطبيعيات والرياضات لا يفيد كمال النفس وصلاحها وزكاها، وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي، وكلامهم فيه لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نعم والله رحمه الله يبين أن المتفلسفة أسوأ حال من اليهود والنصارى والعياذ بالله، أسوأ حال من اليهود والنصارى الفلاسفة الإلهيون. وجه ذلك أنهم جمعوا بين جهل النصارى وبين ضلال، جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم، يعني جمعوا بين جهل الجهل الذي عند النصارى والانحراف الذي عند اليهود، جمعوا بين الأمرين، ولذلك صاروا أسوأ حالا من اليهود النصارى. ولهذا قال فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم وبين فجور هؤلاء وظلمهم، فبين جهل هؤلاء وضلالهم اللي هم النصارى وفجور هؤلاء وظلمهم اللي هم اليهود، فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى. وجه ذلك حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالما معقولا مطابقا للعالم الموجود، يعني هم الآن جعلوا السعادة في مجرد علم معرفة الحقائق فقط دون أن يعلم، إذا عرف الحقائق هو السعيد عندهم فاسح. فتبين بهذا أن فاسح أسوأ حالا من اليهود والنصارى، لأنهم جمعوا بين فجور اليهود وبين جهل وظلم النصارى، وجعلوا السعادة في مجرد معرفة الحقائق بدون حقائق الأشياء. إذا علم الإنسان حقائق الأشياء حتى يصير عالما علمه مطابق للعالم الموجود فيما حوله فإنه يكون سعيدا، يكفي هذا. يقول المؤلف رحمه ثم لم ينالوا من معرفة الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وخلقه وأمره إلا شيئا نزرا قليلا، ما حصلوا على شيء من العلم الذي يفيدهم،
العلم بالله وأسمائه وصفاته وكتبه ورسله، إنما يعلمون الأشياء التي حولهم الموجودات. يقول فكان جهلهم أعظم من علمهم وضلالهم أكبر من هداهم، وكانوا مترددين بين الجهل البسيط والجهل المركب. يعني تارة يكون عندهم جهل بسيط وتارة يكون جهل مركب. الجهل البسيط هو الجهل بالأشياء، كون الإنسان جاهل لا يعرف. والجهل المركب هو الذي يعلم الشيء على غير حقيقته، هذا الجهل المركب. الجهل البسيط مثل فلان ما يعلم أن فلان ما يعلم أن الأربعة نصف الثمانية، ما يدري، هذا اسمه جهل بسيط. وشخص آخر يظن أن الثلاثة نصف الثمانية، يقول الثمانية نصف الثمانية، هذا جهل مركب، هذا جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا جهل مركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل. فالجاهل هو الذي لا يعلم الشيء، هذا الجهل البسيط. والجاهل المركب هو الذي يعلم الشيء على خلاف حقيقته، يعلم الشيء على خلاف حقيقته، فهو جاهل ولا يدري أنه جاهل. شخص إذا قلت له كم نصف الثمانية يقول ما أدري، يقول هذا جهل، جهل بسيط. شخص آخر يقول نصف الثمانية ثلاثة نصف الثمانية، فإذا قلت له لا، قال لا أبدا، أنت غلطان، ثلاثة هي نصف الثمانية، هذا جهل، جهل مركب ثاني، والأول جهل، جهل بسيط. فهؤلاء مترددين بين الجهل البسيط وبين الجهل المركب. وجه ذلك يقول فإن كلامهم في الطبيعيات والرياضيات أكثر، كلامهم الفلاسفة في الطبيعيات والرياضيات، وعلمهم في الطبيعيات والرياضيات لا يفيد النفس كمالا ولا صلاحا، إنما كمال النفس صلاحه بمعرفة العلم الإلهي الذي جاء عن الله بالكتاب والسنة. يقول كلام الفلاسفة، كلامهم في الطبيعة والرياضات لحم جبل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سهل فيرتقى. هذا حديث جاء حديث المزرع، حديث المزرع لما اجتمعت 11 امرأة وتعاقدها في الجاهلية، وكل امرأة تريد أن تتكلم في زوجها، كل واحد تكلمت، الحديث طويل معروف الصحيحين حديث المزرع. فقالت امرأة زوجي لحم جبل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سهل فينتقل، كل واحدة تتكلم. فإذا كان لحم جبل، والجبل غث أيضا، يعني جبل كبير مرة، مثل ما يقول العامة هرش كبير، جبل غث، ثم أيضا على رأس جبل والطريق وعر إلى الجبل، هل يعني تتعب نفسك في أخذه؟ هذا الجبل غث وعلى رأس جبل وعر والطريق ميسر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فيرتقى، مو بالطريق سهل حتى تذهب، وله أيضا اللحم يعني يشجع على أخذه، جبل لحم غث غث وعلى جبل على رأس جبل وعر. فهذا كلام الفلاسفة، كلام سيء يتعب النفوس ويوقع النفوس في الشكوك والأوهام، ولا يفيد النفوس إيمانا ولا علما ولا صلاحا، فهو كلحم جبل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نعم. وإنما العلم الإلهي وكلامهم فيه لحم وكلامهم فيه لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل وباطل فاسد كثير، وكذلك كلامهم في العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون. أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود هو الوجود المطلق
هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان. وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود على التحقيق في أمور مقدرة في الأذهان. يعود عند التحقيق إلى أمور مقدرة. يعود عند التحقيق. ليكون في نسخة ثانية عنده كما تفضلتم. لا الصواب يعود عند التحقيق إلى ما تسمح بالعبارة لذلك. نعم. وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود عند التحقيق إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان. ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع لجميع العالم سواه لكنه معلول له، وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلول لرب فوقه، وذلك الرب معلول لرب فوقه ما هو أقبح من كلام النصارى في قولهم إن المسيح ابن الله بكثير كثير كما بسط في غير هذا الموضع. نعم، والمهم يبين فساد قول الفلاسفة في الرب وفي الملائكة. يقول فإن كلامه في واجب الوجود، واجب الوجود هو الله، واجب الوجود لذاته. يقول كلامه فيما بين حق قليل وباطل فاسد، وكذلك كلامه في العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم من الملائكة أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسل، فيزعمون أن الملائكة من جنس زعمهم واجب الوجود، فيقول واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، والوجود معنى الوجود المطلق هو الذي لم يقيد باسم ولا صفة. يقولون سمون الرب واجب الوجود، يقولون هو الوجود المطلق. مش معنى الوجود المطلق؟ الوجود المطلق الذي لم يقيد باسم ولا صفة. فيقولون ليس له علم ولا قدر ولا سمع ولا بصر، وليس فوق العالم ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به، ولا يصب بأي صفة ولا صفة الوجود. هذا يقول المؤلف، هذا مقدر في الذهن. هذا هؤلاء يعبدون عدما، ولهذا يقول العلماء المعطي يعبدون عدما، يعبدون ربا في الذهن، إلههم في الذهن، مقدر في الذهن. ما مقدر؟ يعني يقدر في السماء ويفرضه. أول إنسان يفرض ويتخيل المحال، الإنسان يفرض المعدوم، تتخيل أن هناك بحرا بين السماء والأرض وفيه قصور وفي وسط القصور كذا، هذا إيش؟ هذا خيال. الذهن يفرض الخيال ويقدر الخيال. فكذلك هؤلاء يفرضون إله ليس له اسم ولا صفة، والشيء الذي نفيت أسماء وصفاته لا وجود له، ما في شيء يوجد في إيش إلا وله اسم وصفة. الماسة هذه لها طول ولها عرض ولها عمق توصف بالصفة. فإذا قلت هناك ماسة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق ولا فوق الأرض ولا تحت السماء ولا توصف بأي صفة، وليس لها ذات ولا حس ولا جس ولا كذا، تنفي جميع الصفات، إيش تكون؟ في الذهن عدم. كذلك هؤلاء الملاحدة يصفون ربهم بالعدم، فربهم معدوم، وأما الرب فإن فوق ما يتصورون وأعلم ما يتوهمون. فيقول واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط أن لا يقيد باسم ولا صفة. مع اعترافهم هم اعترفوا بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان. وكذلك كلامهم في العقول والنفوس التي هي الملائكة عند التحقيق تعود إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان. الأعيان الخارج، يعني نفس الملائكة يصفونها بالعدم، يقولون هي يسمونها العقول والنفوس ولا يصفون بأي صفة، يقول ليس لها ذات ولا كذا ولا فوق العالم ولا تحت العالم، فيصفونها بمعصونة بواجب الوجود فتكون مقدرة في الذهن. يقول ثم عندهم أيضا فيه من الشرك بالله وإثبات رب المبدع لجميع العالم سوى الله لكنه معلول له، وإثبات رب المبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلول الرب، فوقه ذلك الرب معلول لرب فوقه ما هو أقبح من كلام النصارى في قولهم إن المسيح ابن الله بكثير وكثير، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا تبين أن الفلاسفة أعظم الناس كفرا وإلحادا. نعم، نسأل الله العافية. نعم. وليس لمقدميهم كلام في النبوات البتة ومتأخروهم حائرون فيها، فمنهم من يكذب بها كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العالم، لكن أثبتوا القدماء الخمسة وأخذوا من المذاهب ما هو شرها وأفسدها، ومنهم من يصدق بها مع قوله بقدم العالم كابن سينا وأمثاله،
لكنهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل، ويجعلون النبوة كلها من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير والتخيل، فيجعلون خاصة النبي ثلاثة أشياء: قوة الحدث الصائب التي الصائب التي يسمونها القوة القدسية، وقوة التأثير في العالم بنفسه، وقوة الحس التي بها يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسه. فكلام الله عندهم هو ما في نفسه من الأصوات، وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنوار. وهذه الخصال تحصل لغالب أهل الرياضة والصفاء، فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة، وصار كل من سلك سبيلهم كالسهر وردي. يعني هذا كلام الفلاسفة في النبوات، يقول النبوة المتقدمون ليس لهم كلام في النبوات، مقدم الفلاسفة، وأما المتأخرون فإن عندهم حيرة، منهم من يكذب بها مع قولهم بحدوث العالم، منهم من يكذب بها كما فعل ابن زكريا مع قولهم بحدوث العالم، أثبت القدماء الخمسة يعني تصرف الكون، وأخذوا من المذاهب ما هو شرها وأفسدها، ومنهم من يصدق بها مع قوله بقدم العالم كابن سينا، لكن يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل، ما يقول النبوة هبة من الله اختص بها من الشاء، فيجعل النبوة من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير والتخيل، ويقول أن النبوة صنعة من الصناعة، وحرفة من الحرف، وسياسة من السياسة. يمكن كل واحد أن يصير نبيا، يقوم بالتجارب والخبرة وأصول الميران، يمكن أن يكون نبيا، كان يكون عنده قوة العلم حتى ينال من العلم أكثر مما يناله غيره، وقوة التأثير حتى يؤثر في غيره، مثل الساحر اللي يؤثر، يقول ينفذ يؤثر على الناس مثل ما يؤثر الساحر، يكون عنده يعني مادة سمية تدخل في الدماغ ويؤثر، يقلب ما كان في ذهنك فتتخيله تخيل آخر، يكون عنده قوة التخيل وقوة التخيل، قوة التخيل وقوة الحدس وقوة النفس. يقول هذه الصفات الثلاث من استكملها فهو نبي عندهم، يمكن أن يدركها كل أحد، حتى أن بعضهم قال أن النبوة منزلة ليست عالية، وإنما هي النبوة هذه سياسة العامة، ولكن الفلسفة أعلى منها لأنها سياسة الخاصة. ابن هود وأضرابه قالوا تطلعوا إلى ما هو فوق النبوة، فقالوا إن النبوة منزلة ليست عالية، لأن النبوة سياسة العامة، بخلاف الفلسفة أعلى منها فهي النبوة الخاصة، فيقولون النبي فيلسوف العامة، وأما الفيلسوف فهو نبي الخاصة أعلى، فيكون كفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، لأن هؤلاء تعالوا على رسول الله، وقالوا نؤتى أكثر مما أوتي رسول الله. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فكلام الله عندهم ما هو في نفسه من الأصوات، وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنواع. وهذه الخصال تحصل لغالب أهل الرياضة والصفاء، فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة، ممكن كل واحد يكتسبها بالمران والخبرة والتجارب وترويض النفس، فإذا روض نفسه واكتسب هذه الخصال صار نبيا عندهم، وهذا كفر وضلال نعوذ بالله. نعم. وصار كل من سلك سبيلهم كالسهر وردي المقتول ابن سبعين المغربي وأمثالهما، يطلب النبوة ويطمع أن يقال له قم فأنذر، هذا يقول لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر، وهذا يجاور بمكة ويعمر غار حراء يعمد إلى غار حراء نسخة ثانية ويعمد لا يعمد يعني يذهب إلى غار حراء يذهب حتى يطلب أن ينزل عليه الوحي ويعمد غار حراء ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي كما نزل على المزمل المدثر مثله، وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع من السيمياء التي هي من السحر، ويتوهم أن معجزات الأنبياء رضي الله صلوات الله وسلامهم عليه كانت من جنس سحر السيماوي ومن السيميائي
عندنا في نسخة، عندنا في نسخة المثبت السيماوي ونسخة أخرى السيماوي. طيب نوع سنة. سنة. نعم نعم من السحر. نعم. ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول الصادق المصدوق لا نبي بعدي أو غير ذلك كابن عربي وأمثاله طلب ما هو أعلى من النبوة في زعمه، فادعى أن الولاية أعظم من النبوة وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة والنبي يأخذ بواسطة الملك، وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة بأن الملائكة عندهم ما يتصور في نفس النبي أو الولي من الأشكال النورانية الخيالية، فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسه والنبي عندهم يتلقى بواسطة هذا التخيل، والولي يتلقى المعارف العقلية بدون هذا التخيل، ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل كان أكمل ممن يتلقاها بتخيل، فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة صاروا يقولون إن الولاية أعظم من النبوة، كما يقول كثير من الفلاسفة إن الفيلسوف أعظم من النبي، فإن هذا قول الفارابي ومبشر بن فاتح وغيرهما، وهؤلاء يقولون إن النبوة أفضل الأمور عند الجمهور لا عند الخاصة، ويقولون خاصة النبي جودة التخيل والتخيل والتخيل، فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة في قالب الولاية الولاية وعبروا عن المتفلسف بالولي وأخذوا معاني الفلاسفة وأبرزوها في صورة المكاشفة والمخاطبة، قالوا إن الولي أعظم من النبي لأن المعاني المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشيء في نفسه، والنبي يأخذها عن الله بواسطة ما يتخيل في نفسه من الصور والأصوات. ولم يكفهم هذا البهتان حتى ادعوا أن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء الذي هو من أجهل الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله، والعلم بالله هو عندهم العلم بأنه الوجود المطلق الساري في الكائنات، فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود. نعم. المؤلف رحمه الله يبين مذهب الصوفية والفلاسفة وما اشتمل عليه كل منها من الضلال والكفر الغليظ، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول صار كل من سلك سبيلهم الفلاسفة كالسهروردي المقتول وابن سبعين المغربي وامثالهم يطلب النبوة ويزعم أن يقال له قم فأنذر مثل ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يقول لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر، وهذا يجاوب مكة ويعمد إلى غار حراء يطلب أن ينزل عليه الوحي، نسأل الله العافية. فهؤلاء ملاحدة والعياذ بالله، ما آمنوا بأن محمد خاتم النبي كما نزل على المزمل والمدثر، وكل منهما يقول من أمثالهما يسعى بأنواع السيمياء التي من السحر ويتوهم أن معجزة الأنبياء كانت من جنس السحر السيميائي. ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول الصادق المصدوق لا نبي بعدي، وهذا الحديث تواتر عن جمع غفير من الصحابة، كابن عربي وأمثاله طلب ما هو أعلى من النبوة، يعني الفلاسفة طلبوا النبوة، حتى بعضهم طلب أن يقال له قم فأنذر، طلب أن يجاور مكة، وبعضهم قال إن الفلسفة أعلى من النبوة. وأما ابن عربي الطائي يسمى محي الدين وهو مميت الدين رئيس وحدة الوجود، يقول لا يستطيع أن يقول ادعى النبوة، لكن قال النبوة ختمت بمحمد ولكن الولاية لم تختم، وادعى أنه خاتم الأولياء، قال صحيح النبوة ختمت بمحمد لكن الولاية ما ختمت، الولاية ختمت به بابن عربي، فيقول إنه خاتم الأولياء ومحمد خاتم الأنبياء،
ويقولون خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. لماذا؟ لأن خاتم الأنبياء يأخذ بواسطة الملك بواسطة جبريل، وخاتم الأولياء ما يحتاج إلى واسطة، يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه جبريل، يأخذ عن الله مباشرة أو عن الله المحفوظ، والعياذ بالله. هذا ابن عربي، ويقول ابن عربي لأنه ملحد زنديق يظهر النفاق حتى لا يقتل، يقول إن النبوة ختمت بمحمد ولكن الولاية لم تختم، ودعنا ختمت الولاية به. ويقول إن خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر، وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن، ويعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا وأكملها وجملها إلى موضع لبنة، فأنا بتلك اللبنة وأنا خاتم النبي. قال إن خاتم الأولياء لا بد أن يرى مثل هذه الرؤية، فيرى هذا البيت ويرى نفسه، ويرى هذا البيت مكون من لبنتين، لبنة باطنة ولبنة ظاهرة، لبنة ذهب ولبنة فضة، ويرى نفسه تنطبع مكان اللبنة الذهبية. فالرسول يمثل اللبنة الفضية، وابن عربي يمثل اللبنة الذهبية، الرسول يمثل الظاهر وهي اللبنة الفضية، وابن عربي يمثل الباطن وهي اللبنة الذهبية، هكذا والعياذ بالله. هذا كل هذا الهذيان سمى كتاب له خصوص الحكم، ويعارض القرآن، وله كلام والعياذ بالله كفري صريح، لأنه ابن عربي يقول إن الوجود واحد، ما في فرق بين الخالق والمخلوق، فالخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، والرب هو العبد والعبد هو الرب، كما قال في أبيات قال: يا الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيته، أو قلت رب لن يكلف، اختلط عليه الأمر، الرب هو العبد والعبد هو الرب، أيهما المكلف؟ ما ندري أيهما المكلف، إن قلت عبد فذاك بيته، أو قلت رب لن يكلف، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. يقول هذا يعني توهم أنه عبد رب، هذا كلها التعدد وهم. ويقول: ويمكن تذهب بالاتحادية إلا إذا ألغيت العقل، وألغيت العقل الشرع وألغيت الحس. نسأل الله السلامة والعافية. فالصوفية أو الاتحادية أعظم الناس كفرا والعياذ بالله، يقولون إن الوجود واحد، كما بين المؤلف رحمه الله قال: كابن عربي وامثاله طلب ما هو أعلى من النبوة، وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، والنبي يأخذ بواسطة الملك، وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة، فإن عندهم ما يتصور في نفس النبي أو الولي هي الملائكة من الأشكال النورانية الخيالية. يعني الفلاسفة يقولون أن الملائكة هي أشباح وأشكال نورانية يتخيلها النبي في زعمه ويخيلها للناس، وإلا ما في ملائكة، وقد يقوى التخيل حتى يسمع أصوات تخاطبه. والنبي عندهم رجل عبقري له صفات اكتسبها بالبران والخبرة، وليست النبوة هبة من الله، وإنما هي حرفة من الحرف وصنعة من الصناعات مكتسبة، وسياسة من السياسات، هكذا يقول والعياذ بالله. ويقول: فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسه، والنبي عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل، والولي يتلقى المعارف العقلية بدون هذا التخيل. يقول: ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل كان أكمل ممن تلقاها بلا بتخيل. يعني إن الولي عندهم أكمل من النبي. النبي يتلقى المعارف بواسطة التخيل، والولي يتلقاها بواسطة التخيل، فهو أكمل، فجعل نفسه أعلى من النبوة. يقول: فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة، صاروا يقولون إن الولاية أعظم من النبوة، كما يقول كثير من الفلاسفة إن الفيلسوف أعظم من النبي. لماذا؟ يقول: لأن الفيلسوف نبي خاصة، والنبي فيلسوف العامة، فرق بين النبي يسوس العامة والفيلسوف يسوس الخاصة، ونبي الخاصة أعلى من نبي العامة، فيكون كفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يقول: والفين هذا قول الفارابي وابن نصر الفارابي ومبشر بن فاتح وغيرهم، وهؤلاء يقولون النبوة أفضل الأمور عند الجمهور لا عند الخاصة، عند جمهور الناس وعامة الناس يقول النبوة أفضل، لأن النبي رجل عقلي يسوس الناس ويكذب على الناس ويقول لهم إن هناك بعث وجزاء ونشور وجنة ونار حتى يتعايش الناس بسلام، وإلا هذا كل هذا كذب، فهو كذب. يقول النبي كذب
كذب للناس، كذب لهم لمصلحته، وفرق بمن يكذب لك ومن يكذب عليك. وكذب لم يكذب على الناس لكن كذب للناس لمصلحته. هكذا يقولون، أنكروا البعث والنشور والملائكة والرسل والكتب والعياذ بالله، وبل أنكروا وجود الله كما سبق. يقول فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلاسفة، الفلسفة في قالب الولاية، وعبروا عن المتفلسف الولي، وأخذوا معاني الفلاسفة وأبرزوها في سورة المكاشفة والمخاطبة، وقالوا إن الولي أعظم من النبي، لأن المعاني المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشيء في نفسه، والنبي يأخذها بواسطة ما يتخيل في نفسه من الصور والأصوات. قال ولم يخفهم هذا البهتان حتى ادعوا أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجل الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله. هكذا يقول الرسل كلهم يستفيدون العلم من مشكات خاتم الأولياء وهو ابن عربي، والعلم بالله عندهم هو الوجود المطلق الساري في الكائنات. ما هو الوجود المطلق الذي لم يقيد باسم ولا صفة؟ يقولون أن الله هو الوجود المطلق، هو الساري في الكائنات، في كل يعني كل موجود هو الله. يعني يقول الخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، والرب هو العبد وعبد الرب، والله بزعمهم هو الوجود المطلق الساري في الكائنات. فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود، وجود كل موجود من المخلوقات هو عين وجود الخالق نعوذ بالله. وهذا أعظم الكفر والضلال، نسأل الله السلامة. نعوذ بالله من زلل القلوب. وفق الله جميع طاعته وصلاة محمد وعلى آله وصحبه.